بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رحمة العالمين. بعض الناس يمزح مزاحا، هو يظن أنه مزاح لكن لا يظن أنه يفعل الكبائر وهو لا يدري. يعني تجد كثير من الآباء يعني يمزح مع ولده يقول له يا ملعون، والصديق يمزح مع صديقه يقول له إيه يا ملعون، الله ملعنك. هو لا يعلم، هم لا يعلمون، يعني يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، حديث خطير، لعن المؤمن كقتله. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع واحد على دابة يضربها، الدابة عصت عليه فيضربها ويلعنها، فقال له لا تقل هذا، لا يلعن أحدكم أدبته. فاللعن كالقتل، أنت بتقول له واحد الله يلعنك كانك بتقتله. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، اللعن يعني حتى لو شفت انسان على كبيره تقيم عليه الحد ما تقولش الله يلعنك. الرسول عليه السلام جاءه رجل مدمن خمر وامسكه الناس ليقوم عليه الحد، قال اضربوه، فضربوه، فمنا الضارب بحذائه، ومن الضارب بيده، ومن الضارب بجريد نخل، ومن بده. ثم قال له اخزاك الله كثيرا ما يجاء بك. وقال هذا الرجل ابو محجن. ف الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تقولوا هذا، لا تقولوا عونا للشيطان على أخيكم، فإني أعلم أنه يحب الله ويحب رسوله. شو مود من الخمر كل شوية يجي، مش قادر يبطل الخمر بعد ما نزل تحريم الخمر في القرآن، مش قادر يبطل الخمر. عارفين أبو محجن ده في غزوة من الغزوات مع سعد بن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ربما تكون غزوة القادسية، شرب الخمر وقيده عبد الله سعد بن أبي وقاص ليقيم عليه الحد. المعركة دائرة، وسعد بن أبي قاص في المعركة، وزوجة سعد بن أبي قاص رضي الله عنها جالسة بجانب هذا الرجل، فقال لها يعني المعركة يعني دائرة وأنا مقيد هكذا، اتركيني أجاهد في سبيل الله، وأقسم لك أن أعود فأقيد نفسي. طبعا أصحاب رضي الله عنهم صادقون، ما فيش حد منهم حد بيكذب، فهي تعلم صدقة، فذهب فجاهد في سبيل الله جهادا شديدا، ثم رجع من نفسه وقايد نفسه، ثم عاد وذهب ولسم وجهه حتى لا يعرفه احد. ثم عاد سعد بن ابي قاص رضي الله عنه الى 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 زوجته، فقال لها يعني لقد راينا رجلا لا نعرفه قبل في القتال في القتال بلاء لم نره قبل. فقال له هذا ابو محجن، طلب مني ان افكه. فقال له أنت والله لا أقيم عليك حدا بعد ذلك. فقال له أبو محجن والله لا أشرب الخمر بعد ذلك أبدا، وتابع ما مشابه أبدا، لأنه قال له حقصم عليه أنه لن يقيم حد عليه حد، هو كان يشرب لأنه يعلم أنه سيقام عليه الحد فيتوب ويبرأ من المعصية. فلما حلف سعد بن أبي قاسم مش هيقيم عليه حد، قال لك أشرب، لو شربت هروح فدائي، مفيش طهور من الذنوب، مش هيقام عليه حد بأشرب إزاي، ولم يشرب فعلا بعد ذلك. هذا الرجل هو الذي زعل عليه الصحابه، قال له اخزاك الله رسول الله، فانت لا تعلم. فيجوز ابدا انك تمزح مع اخ لك تسبه او تلعنه وتقول لا لعنك، لان هذا من اكبر الكبائر، حتى لو كان على سبيل المزاح. ولا يقول هذا، لا يقول هذا الاب لولده، ولا ابدا. فيا ريت نعرف ديننا، ويا ريت نتقي الله سبحانه وتعالى، وقبل ما تخرج الكلمه من فمك اوزنها كويس جدا، الكلمه تخرج رصاصه. أنا رجل لا يتلفظ بالكلمة ولا ينطق بالكلمة من سخط الله عليه، لا يلقي لها بالا، تهوي به في نار جهنم 70 خريفة، وله لا يقدر ينطق بالقلمة من رضا الله عليه، لا يلقي لها بالا، ترفعه إلى أعلى درجات في الجنة. أنا أتقي الله سبحانه وتعالى، قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.